معي من جدة دكتور خالد محمد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا بك معنا دكتور خالد. بالتعامل مع الملفات الدولية شراكة وليست تبعية طرف لآخر هي علاقة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي درجة هذا يضعنا في إطار مخرجات حقيقية تساعد فعلا في المنطقة، منطقتنا العربية تحديدا؟ وفي الشأن السياسي لابد أن نوضح هنا أن المصلحة لن تكون فقط للمملكة العربية السعودية، ولكنها ستفيد المنطقة ككل. فالمنطقة العربية الآن تتعرض لمخاطر عديدة تتصدى لها المملكة والتحالف العربي معها، وأيضا التحالف الإسلامي ضد الإرهاب. المملكة تقود هذه التحالفات لمواجهة مخاطر الإرهاب الذي ترعاه إيران، والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية، وغيره من الممارسات غير المسؤولة التي تشكل خطرا على الأمن العربي والإقليمي والإسلامي والدولي بشكل عام. إذا فهي مصالح للجميع، والمملكة اليوم هي الرائدة والقائدة في هذا الاتجاه، كما الولايات المتحدة قائدة ورائدة للغرب في هذا الاتجاه أيضا. طيب، بموضوع من ضمن المواضيع الهامة التي يتم التركيز عليها موضوع إيران وتهديد الإرهاب، هي من ضمن التحديات المشتركة هذه بين البلدين. كيف تتابع هذا الموضوع، هذا التعاون فيما يتعلق بملف إيران؟ يعني ممكن أن ننطلق بموضوع إجراءات أمريكا، المستشار الأمن القومي اللي أقله ترامب ماك ماستر عين جون بولتون بدلا منه. جون بولتون معروف بمعارضته للاتفاق النووي الإيراني ويطالب بتغيير النظام في إيران. هل ممكن أن نذهب لهذا الجانب؟ تغيير النظام في إيران هذا شأن داخلي، يعني لا أعتقد أن مهمة المجتمع الدولي أن يختار للشعب الإيراني من يقوده، ولكن مهمة المجتمع الدولي أن تضغط على من يقود إيران حاليا لتغيير سلوكياته. وإلا الاتفاق النووي كان معيبا لأنه لم يركز على الجوانب الأخرى الأكثر أهمية. يعني على سبيل المثال، الاتفاق النووي لم يغطي أيضا البرنامج الصاروخي، والبرنامج الصاروخي الذي تطوره إيران هي مرحلة انتقالية لنهاية الاتفاق النووي ينتهي في 2025، وبالتالي تستطيع إيران من اليوم التالي أن تبدأ في إنتاج القنابل النووية. تكون في ذلك الوقت من هنا إلى 2025 قد طورت الصواريخ البلستية. طب كيف سيحل، يعني ستحل هذه المعضلة دكتور خالد؟ ما العمل على الأرض فيما يتعلق بالطرفين؟ يعني ترامب يقول بأنه تعديل مش إلغاء وتعديل اتفاق النووي، إيران تقول بأنه لن تعدل وأنه هي ملتزمة دوليا بهذا الاتفاق، يعني بنفس الدائرة أليس كذلك؟ لا، أمريكا بعد شهر من الآن إذا لم تستطع الدول الأوروبية وروسيا أن يضغطوا على إيران للقبول بهذه التعديلات، فهدد الرئيس ترامب بأن يلغي الاتفاق من جانب، أن تنسحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، وبالتالي يخسر الاتفاق أهم عناصره. يعني إيران ما دخلت أصلا الاتفاق إلا لكي تكسب الولايات المتحدة وترفع عنها العقوبات. يصبح من حق الولايات المتحدة أن تعيد العقوبات إلى ما كانت عليه في أيام جورج دبليو بوش في الأيام ما قبل الاتفاق، وهذا بالتالي يطيح بهذا الاتفاق تماما، لأنه هذا ما كان يعول عليه الإيرانيين. فهذه العقوبات الاقتصادية كانت توشك على أن تأتي ثمارها لولا أن أوباما ألقى طوق النجاة لإيران من خلال هذا الاتفاق. كانت إيران في حالة من الضعف والانهيار الاقتصادي يوشك أن يقضي عليه. وكان في عهد جديد كمان بإيران، يعني حاول مفروض دخل على أساس الإصلاح روحاني.
شكرا لك من جدة دكتور خالد محمد مطار في الأكاديمي والمحلل السياسي.